السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله نوصلوا واحد السروال كلاسيكي. عندي هنا الثوب فيه 1.30 متر في الطول و1.30 متر في العرض، راه كافينا ان شاء الله. دابا ان شاء الله نبداو نحطو العبارات. غنحطو ان شاء الله نفصلوه بلا باترون، نفصلوه على الثوب. شوفوا معايا الطريقه، راه سهله ومبسطه، ما صعيباش. دابا ان شاء الله ناخذ بعدا الطول هو الاول، ناخذه من هنا حيت مازال غنزيد باندا ديال لاستيك، غيكون هاد السروال بلاستيك. عندي في الطول 100، عندي 95 في الطول، غنزيد 5 سنتيم ديال بارما ولا ديال العطفه من التحت ديال لوغلي. كنهبط من الهبطه ديال الحوض، كنهبطو الطاي الصندر كيكون فيها 24. انا عندي طاي كبيره، عندي طايه كبيره شويه، غنهبط 28. هذا الخط ديال الحوض هو هذا. دابا غادي ندير خط هنايا، الخط الركبة غنهبط له 56، غنهبط من هنا 56. كما كتشوفوا هذا خط الحوض، هذا خط الركبه، هذا خط البارما ولا العطفه اللي عندنا هنايا، داك لوغلي اللي عندنا من تحت ديال السروال 5 سنتيم. نعاود معكم العبارات، كنشدو من هنايا 28، والخط الركبه 56، وهنايا عندي 5 سنتيم ديال العطفة. دابا غنحط العبار ديال الحوض هو الاول. عندي في العبار ديال الحوض عندي 30. العبارات ديال الحوض كنقسموهم على 4، كما ملي كنبغيو نفصلو جلابه ولا كنقسموه على 4، كنشدو العبار ديالنا على الكليان هكايا، كندورو السنتيم عليها على الحوض هكا، ومي كنشدوه شحال ما كان عندنا هنايا كنوليو نقسموه على 4 هكاي، وكنحطوه داكشي اللي عندنا هنايا اللي خرج لنا على 4 كنحطوه هنايا. الركبه كنقسموها على 2، كندورو السنتيم على الرجل على الركبه هنايا هكايا، كندوروه وكنقسموها على 2 كنحطوها. هذا كيتقسم على 2 الركبه. الحوض كيتقسم على 4، البطن هنايا كتقسم حتى هي على 4 بحال الحوض الا الركبه. عندي في الحوض انا 30، ما كنحسبش هاد الحاشيه، كما شفتوها السروال عندي هنايا محلول، هذه هي الحاشيه ديال السروال ديال الثوب، دايرها من جهتي طاويه الثوب على 2 ودايره في الطول، وهذه هي الحاشيه ما غاديش نحسبها، نحيدها باش تبان لكم. هذه هي الحاشيه، غنحط 30 وغنخرج هنايا ب 4 سنتيم. نطلع هنا بعدا خط، ندير هذا المسطار هنايا نص قيمه ونطلع خط.
نطلع هنايا 4، وهذه هي داك الدوره ديال الحرده اللي غنديرو، نديروها هنا بيدينا هكايا كما شفتوا معايا، هذه هي كندوروها غير بيدينا ولا كندوروها بالبيستولي. غادي نجي لهنايا، غادي نقسم هاد العبار اللي عندي هنا على جوج، داكشي اللي عندي هنا، عندي هنا 15 قسمته على جوج، غادي نهبط هنايا 15 غادي نقسمها على جوج، وهذه على جوج، هاد العبار اللي عندي هنا وهنا حتى هنا نقسم على جوج، ونديرو هاد الخط نقادو مزيان. هذا كيتسمى هو الخط ديال الميزان، هو ديال السروال، عليه غادي نصاوبو السروال. هاد الخط هذا الوسطاني ضروري الدار، عندي في الركبة 48 قسمتها على جوج 24، وندير 12 من هاد الجهة و 12 من هاد الجهة على هاد الخط اللي طالع في الوسط، هيا 12 وهنا نحط 12. الدورة ديال البارما هنايا ولا ديال فم السروال من التحت عندي 40، غنقسمها على جوج هي 20، غنجي لهاد الخط الوسطاني بحال كيما درنا هنايا، ونحط 10 من هاد الجهة، 10 من هاد الجهة، داك 20 اللي عندي كنحطها هنا في الوسط، 10 من هاد الجهة و 10 من هاد الجهة، ما كنزيدش هنا ثمن الخياطة، غنزيدها ثمن الخياطة غنزيدها في الظهر. نحط هاد العبر اللي درت هنا نحطو حتى في الخط التحتاني، راني نسيت ما درتوش، هنا في هاد الخط التحتاني ديال لوغلي من التحت غنزيد واحد السنتيم، هاد السنتيم نوريه لكم في الخياطة باش ملي كنقلبو السروال نديرو له لوغلي من التحت ما كيجيناش مكمش. نربط هاد النقطة ديال الركبة مع النقطة اللي عندي لتحت، وهاد النقطة هادي مع النقطة هادي، وهاد النقطة اللي زد داك السنتيم كنربطها مع هاد النقطة كما شفتو. دابا هادي ما غاديش نجي لهاد البلاصه اللي مقوصه بزاف، غنحاول نجي لهاد البلاصه هادي وندير هاد النقطه هادي مع النقطه اللي عندي هنايا هنا، ها هي، نتمنى يكون واضح، انا كنحاول نبسط باش كلشي يفهم. وغنجيب هاد هادي غنديرها حتى هنايا حتى فهاد البلاصه هادي ديال الحوض، حيت الحوض ما كتكونش طانيشان، خصها شويه تجي خارجه غير شويه ماشي بزاف، غنجيبها وغنقادها بحال اللي قديتها تمايا. دابا غنحط العبار ديال البطن، عندي في البطن 26، غنجي من هنايا غندخل سنتيم من هاد البلاصه هادي فين طلع سبيله الخط هنا، غندخل سنتيم وغنحط البطن ديالي 26، وغنجيب هاد البيستولي ونصل هاد النقطه هاد السنتيمات اللي بقاو لي هنايا زايدين غنحيدهم، هما جوج ديال السنتيم بقاو، غادي نحيدهم هي هادي، حيدنا من هنا سنتيم ومن هنا جوج ديال السنتيم. دابا هنا بقى لنا العبار ديال البطن ديالنا،
غنجي لهنايا عاود ونحيد هاد السنتيم اللي درت. هيا دخلت هنايا، هذا هو السروال ديالنا. مازال غادي ندير الجياب هنايا تنفصلو ونجي نحطو على الظهر، عاد نحط الجياب. هذا هو الامام ديالي. هذا الثوب هذا راه ثوب لاطوال وكيتيري شويه كما شفتوا معايا هنايا. هانت ما غاديش نزيد قيمه الخياطه بزاف. دابا شنو غندير؟ هذا الطرف اللي عندي هنايا غنجيبو غنقلبو، هذه الجهه اللي هنا عريضه غنقلبها لعندي. هنايا راه عندي الثوب انا ناقص شويه على حساب قلت لكم عندي في المنكب 1.30 متر وفي الطول 1.30 متر، خصو في المنكب يكون فيه 1.5 متر ولا الا كان فيه 1.30 متر في المنكب يكون فيه 1.5 متر في الطول. انا عندي ناقص هنا، انا هنا نقص خرج 4. علاش ما غاديش يجيني الديفو انا؟ علاش؟ حيت عندي الثوب كيتيري بزاف، واخا نخرج هنا غير 4 راه غيجيني مزيان. غادي نخرج من الركبه نخرج 2 سنتيم، وهنا غادي نخرج 2 سنتيم البارما. من الجهه ديال الجنب حتى هي 2 سنتيم، غنضرب معاه كامل 2 سنتيم. هنا في هاد البلاصه ديال الحوض عندي غير سنتيم. لا هنا، هنا غادي نخليها غادي تجي نيشان، ما غاديش نخرج هنايا في هاد البلاصه هادي. هاد النقطه هادي غنسيلها مع هاد النقطه اللي درت هنا 4 ديال السنتيم. نجيب المسطره، هاد 4 اللي زدت هنا غادي نسيلها بخط. هذا هو السروال ديالنا. غنجيب هادي وغندخل شي شويه هنايا باش ما يبقاليش هذاك بوق تمايا من نخيطو. كما شفتوا واحد غير 1 سنتيم، وغنجي لهاد النقطه هادي اللي خرجت فيها قبيله 4 سنتيم ونهبط هنايا 2 سنتيم. هي هادي جاتني هنايا، غادي نصيل هاد لهنايا. دابا حطيت العبارات ديال الخلف، ها هو. هذا هو السروال ديالي. دابا شنو غندير له؟ غنحيد الظهر، هذا هو الامام. غنجي نحيد لاستيك، نحيد هاد 3 سنتيم اللي كتكون هنايا بلاصه لاستيك من الامام.
وغنجيب هذا وغنصيلو لهنايا للتالي. الامام كيجي هابط على ديال الخلف، اجي لهنا ديال الجياب وغندخل 5 ديال السنتيم. ونهبط هنايا 14 ديال السنتيم ونجيبها هكايا. هاد الجيب هذا راه ساهل. دابا نجي نفصل داك الطريفات ديال الجياب، هادو من هاد الطرف لي شاطولي. هبط انا 28 من هنا نقادو. هادو هما الجياب. الا بغينا نقوصوهم من هنايا كندورو معاهم بحال هكا. هما الجياب ديالي، كنجي لهنايا جوج، كنحيد جوج طراف، كنقطعهم بحال التقطيع اللي قطعت في السروال، هذيك حتى كنجي نخيطها عاد كنديرها، والجوج الاخرين كنخليهم كنلصقهم من الداخل. المهم هادشي في الخياطة ان شاء الله نشوفوه. دابا نصاوب الباندا ديال اللاستيك. هنا كان عندي هاد الطرف هذا راه كان فيه واحد الديفو كنت محيداه، منو غنخرج الباندا ديال اللاستيك غندير فيها 10 سنتيم باش غتجيني مطوية على جوج، غتبقى لي 4 ديال لاستيك وسنتيم ديال الخياطة. في الطول 52 عندي. غنجيب مسطرة نحطها هنايا، هادي هي الباندا ديالي ديال لاستيك، سطوها هكا على جوج، ندير فيها لاستيك وان شاء الله نشوفو في الخياطة الطريقة.